مرحبا معنا من تونس بحمدي حشاد، وهو مهندس وخبير بيئي. اهلا وسهلا بك معنا. اذا درجات حراره غير مسبوقه تقريبا في جميع انحاء العالم، في اوروبا وامريكا والصين واليابان والشرق الاوسط، وعده دول اليوم ترفع من نسب تاهبها. كيف تراقب هذا المشهد الذي يوصف بانه مضطرب على المستوى العالمي؟ مساء الخير. تقريبا معظم الأسبوعين الفارطين كانت تقريبا يحملان الكثير والعديد من الأرقام القياسية في مختلف مناطق العالم، حيث على سبيل المثال وقد تسجل 54 درجة البارح في كاليفورنيا، 49 درجة في تونس، 47 في المغرب، وكذلك 46 درجة في إسبانيا. تقريبا معظمها أرقام قياسية ليست مألوفة وليست معتادة، يعني في منطقة البحر الأبيض المتوسط على الأقل هي 5 درجات أعلى من المعتاد. وتقريبا لا يجب قراءة هذه الأرقام في منأى عما حدث خلال الأسبوع الفارط. تقريبا يوم 6 من شهر 7 تقريبا وقع تسجيل أعلى رقم قياسي لمعدل درجة حرارة كوكب الأرض، وهو رقم تقريب لم نسجله منذ 127 ألف سنة على الأقل. تقريبا وصلت درجة الحرارة 17.23، وهي من المفروض أن تكون في حدود 14 درجة. يعني هذا رقم كان مخيف ومخيف جدا. كذلك قبلها بأسبوعين في شهر 6 وقع كانت الخرائط تقريب المحيط الأطلسي والبحر الأبيض، البحر الأبيض المتوسط كلها حمراء دون استثناء. يعني كانت هناك موجات حرارية لكنها بحرية تسببت في نفوق كميات كبيرة من الأسماك. تقريب كل ما هذا يحدث توقعناه منذ سنوات، الآن هو بصدد التسارع بنسق سريع ورهيب حتى يتجاوز ربما قدرتنا أسرع على مما الفهم. توقعه يعني المتوجسون من هذا السيناريوهات التغير المناخي. حمدي، الخبراء والأطباء يحذرون اليوم من مخاطر هذا الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، كيف تتفاوت هذه المخاطر؟ وأيضا ما المتوقع بالنسبة لصحة الأفراد؟ حقيقة هناك رقم في نفس الإطار، 60 ألف حالة وفاة نسبت إلى السنة الفارطة لارتفاع درجات الحرارة، لكن في أوروبا ما وحدها لاحظناه على الأقل في دول عربية ومنها تونس نعم في أوروبا وحدها، غياب الإحصائيات المتعلقة بنسب الوفيات. تقريبا هي كل يوم هناك المستشفيات تستقبل حالات لمرضى القلب والأمراض المرتبطة والأمراض التنفسية، لكن يقع معالجتها في بعض الأحيان يتوفى بعض الأشخاص، لكن لا يوجد ربط بين ارتفاع درجات الحرارة كمسبب رئيسي لحالات الوفاة، وهذا تقريبا قسم مشترك ما بين معظم الدول العربية دون استثناء. يعني تقريبا ارتفاع ولكن في درجات أوروبا الحرارة تربط هذه درجة الوفيات بارتفاع درجات الحرارة بموجات الحر الشديد. نعم، هي تقريبا في إطار دراسات ميدانية ودراسات تهم البحث والمخاطر المحتملة. تقريبا ما زلنا لم نصل إلى هذا المستوى من النضج بربط تلك حالات الوفيات وتأثيرها على الفئات الهشة صحيا على الأقل. تقريبا هي عندما ترتفع درجة الحرارة فوق 35 درجة تصبح هناك حالة من الإجهاد الحراري للجسم، وبالتالي بالنسبة للأشخاص الذين يحملون أمراض مزمنة كأمراض القلب أو الأمراض التنفسية ستكون تداعيات تلك الموجات صعبة نوعا ما عليهم وستتسبب في إرهاقهم نوعا ما، وبالتالي في بعض الأحيان ممكن أن تسبب كذلك في حالات الوفيات. وهذا بالطبع ما ينقصنا الآن تلك المعطيات وتلك الإحصائيات التي تؤكد لعل تكون مرتفعة، لعل في أوروبا 60 ألف، لكن ممكن في الدول العربية الرقم يتجاوز ذلك الحاجز بأضعاف مضاعفة، لكن لا توجد إحصائيات موثقة لهذه الحالات. يعني على كل، التغيرات المناخية ودرجات الحرارة المرتفعة جدا هي خطر محدق وقاتل صامت للفئات العشرة أو الأشخاص الذين يعتقده البعض. حمدي، ليس فقط على كبار السن وإنما على كافة المواطنين، ومن هنا ربما ضرورة تشديد التوعية والإجراءات الاحترازية في هذا الشأن. ما هي النصائح التي يمكن توجيهها الآن للأفراد، خاصة أولئك الذين يعيشون في مساحات مغلقة ولا تتوفر فيها الكهرباء؟ على الأقل يجب أن يتناولوا نصيبا وافرا من المياه تقريبا ليكونوا في حالة جيدة على الأقل، أو ليقللوا من درجة تعرضهم للدرجات المرتفعة من الحرارة وتأثيراتها الصحية عليهم. كذلك يجب عدم الخروج في ساعات الذروة التي باتت تمتد من الساعة 10 إلى حدود الساعة 4 على الأقل، وتلك الفترة حيث تكون درجات الحرارة في أعلى مستوياتها. كذلك هناك جانب آخر يعني ممكن أن يكون كسلوك حضاري يجب أن تتوجه إليه المجتمعات العربية، لأن أكثر من
المجتمعات المعنية بالتغيرات المناخية، وهو التشجير الحضري داخل الحدائق أو داخل الشوارع والأنهج وداخل المدن لمحاولة تخفيف نوعا ما من درجات الحرارة المرتفعة. وهذا بالنسبة للأناس الذين أو الشرائح التي ممكن أن تتوجه نحو هذه الوسائل أو هذه الحلول. بالنسبة للأشخاص الآخرين تقريبا الخيار المكيف ليس خيار رفاهية، بل واجب الآن أن يكون في كل منزل تقريبا، لأن تقريبا محاولة التأقلم أو التكيف مع درجات الحرارة المرتفعة ستكون صعبة نوعا ما للأطفال وللشرائح العمرية التي تكون معرضة لدرجات حرارة مرتفعة. وبالتالي لمحاولة تخفيف الأسوأ، لمحاولة تفادي الأسوأ، يجب علينا أن تطلق الحكومات حالة طوارئ مناخية، حالة طوارئ مناخية إلى جانب ربما إطلاق حالة طوارئ المناخية. يعني عطفا على هذه النقطة حمدي، عدة دول العربية اليوم تلتهب كمصر ولبنان وسوريا واليمن وصولا إلى الجزائر وغيرها، لكن أوضاع المواطنين في هذه الدول تتفاقم، عدد كبير منهم تتفاقم أوضاعهم، خاصة أولئك الذين يعيشون في مخيمات في ظل ظروف اقتصادية متدهورة، أيضا احتمال اندلاع الحرائق وكذلك ندرة المياه. كيف يمكن تعزيز وسائل حماية هؤلاء المواطنين؟ ما هي الخطوات الحكومية المطلوبة؟ على الأقل يعني تقريبا التغيرات المناخية وارتفاع درجة الحرارة تحالفت مع عناصر غياب الأمن والاستقرار تقريبا لمضاعفة أزمة هؤلاء. بالتالي يجب على الحكومات أن تتوجه لتوفير مسكن لائق يتوفر على الكهرباء، لتوفير على الأقل الحاجيات الأساسية لمحاولة التكيف مع هذا الطقس الحار جدا، وتوفير مصادر مياه نظيفة لترطيب أو المحاولة على الأقل التأقلم مع هذا الوضع الصعب، وكذلك كما أشرت تخطيط المدن. يعني معظم مدننا تقريبا العربية مدن عشوائية في طريقة نموها وتوسعها، بالتالي إعادة نموذج التخطيط العمراني من نوعا ما أن يحدث مدن قادرة أن تعيش مستقبلا وتتكيف مستقبلا مع شدة التغيرات لكنها المناخية تتأخر جداً في وارتفاع درجة الحرارة التي لم تكون استثناء. شكرا جزيلا لك حمدي حشاد. لا ليس متأخر، شكرا لك. شو الفكرة الأخيرة؟ يعني تقريبا ليس متأخر، ما زلنا ممكن إعادة إنقاذ ما أمكن إنقاذه على الأقل في الأمد القصير. نأمل ذلك. شكرا جزيلا لك حمدي حشاد، مهندس وخبير بيئي منضم إلينا من تونس.